خلينا نطلب نهاية الأسبوع أنا وأهلي رايحين نتغدى مع بعض. ما شاء الله بيتغير كثير وبسرعة، صار دحين وصل مرحلة إنه لما نشوف شيء يحاول يأخذه يحطه في فمه. حبيبي الله يسعدك. إيمان إيش هذا؟ وهذا وهذا؟ من المدرسة؟ باي اكسيدنت بالغلط؟ فين؟ في المدرسة ولا في البيت؟ البيت. بسم الله صحة وعافية. طلعت طلعتها. شوفوا ردة فعل أنس. أنس خذ خذ 500 ريال. أبغى فلوس أبغى فلوس. شوفوا عشان إيمان ما تعرف الفرق. إيمان أي واحدة تبغي؟ هذه ولا هذه؟ أخضر أحزن؟ بسرعة. هذه ليش؟ واي واي؟ ليش؟ واي؟ لا أنا. طيب هذه طيب هذا أحسن. لا. هذا أحسن. هذا الواحد. أيوة. فهمت. وهذا كم؟ واحد. هذا كم 500؟ أعطيني أعطيني أعطيني. بسم الله هجوم. بسم الله شوية شوية. بسم الله شوية أنس. شويش شويش. شويش إيمان. أنا الوقت اللي قص شعره. أنس أنس. تعال وريني شعرك. نايما. أهلا. صورك عادي؟ تطلع في اليوتيوب؟ كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ السلام عليك. تعرف فورس؟ فورس. سي الحمد لله. تحمس إيمان أول مرة شعره يعني يحلق شعره. صح؟ فيرست تايم؟ أول مرة؟ إيه؟ Not the first time? إلا first time. Second. Second. جزمة حقتها. شوف يشارك تعال. شوف يشارك. ما شاء الله تبارك الله جميلة ما شاء الله الله يحفظك. حلو صوت الأذان. إيش الصوت هذا يوسف؟ سامع الأذان ما شاء الله تتعود. والله شوفوا دايات وانا داخل شوفوا والله حركة ويه. خبر جميل وصل لكم دعم لموقع englishpod.com لتعليم اللغة الإنجليزية، فمن الآن حننزل درسين في الشهر مو درس واحد، فروحوا englishpod.com وتعلموا إنجليزي معنا. شيء حلو لما كنت في جدة إنه حاول أخذ إمام المدرسة طلعها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. الحين بودي أنس لأول حفلة هو انعزمه إليه ما شاء الله. الله يحفظك جميل حلو حلو ما شاء الله متحمس. الله يحفظك. A verb is a word, it's an action word. If you do, if you do, if you do, it's a verb. When we're playing, when we're singing, I want you to do it too. شوف اليوم لابس دونالد داك. صح دونالد داك؟ إيش لابس دونالد داك؟ الله يحفظك. تبغى الكاميرا؟ تبغى الكاميرا؟ إيش حتسوي بالكاميرا؟ لا 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 تاكل الجماهير يعني يوسف لا تاكل الجماهير. هياكلكم. حطوا فمه. الله يحفظه صار ياخذ اي شيء يحط فمه على طول. دوبني خرجت انا دخل مكان الحفله وانا ما عندي اي شيء اسويه، فشكلي حروح مقهى الاندلس حق احمد شقاري لانه قريب من هنا 6 دقائق بالسياره. اروح اجرب واقعد على اللابتوب. جبت اللابتوب حقي فراح بس اقعد اشتغل حتى يخلص انس. طلع المكان جيد ما شاء الله شوفوا مره كويس. اعطوني كهرباء عشان اللابتوب وفي انترنت هنا كمان. هذه وجبه السلمون عندهم مع رز عصير ليمون بالنعناع. تفتكروا قبل كم فلوج تصورنا عند خياط؟ اتصل علي الخياط ما شاء الله اسمه شوقي وطلب يشوفنا مره ثانيه بشوف انس يعطي له هديه واحنا جاهزين. اول مره يجرب الثوب دحين. ايش بك ما عندك تمشي مزبوط كذا الثوب اول مره يلبس من زمان ما لبس يعني. يلا امشي انس امشي ورينا. لا 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 سهل سهل. ايش بك تمشي زي البطريق. كيف الثوب حلو؟ بسم الله عليك. وهذا هو مكان الخياط. طبعا لازم اعمل له دعايه لانه مكان جيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انس ايش تقول؟ ايش تقول انس؟
تكلم. كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ عادي تروح في اليوتيوب؟ ها؟ عادي تروح في اليوتيوب؟ هذه مو مشكله. ايش اسمك؟ انا شوقي. شوقي الله يحفظك ويبارك فيك. اتصل علينا ما شاء الله يبغى يشوف انس عشان مين قال لك على ال كثير زباين. كثير زباين. لا يا شيخ والله كويس يا انس. حلو ما شاء الله تبارك الله. حلو حلو. ها ايش تقول؟ ايش تقول؟ اتكلم تكلم انس. انس ايش تقول؟ What do you say؟ علي صوتك علي صوتك يلا علي صوتك. هو يستاهل كثير والله يستاهل كثير المشكلة. يعطيك الف عافية. هو 6 تقريبا 6 طبعا لازم اعطيك قيمته. شوف هو بيعطينا هي مجانا بس لا ما ينفع. يعطيك العافية. يعطيه الف عافية. فصل ثوب بس لانس وبيعطينا اشياء جزاه الله خير. والله رجل طيب مرة. انصحكم تيجي المحل هذا. ايش اسم المحل؟ هذا مركز عكاظ. مركز عكاظ في الحمدانية. وشارع ايش؟ الشارع اللي فيها سوبر ماركت المزرعة صح؟ ايوه المزارع سوبر ماركت المزارع. فمحل مرة جيد. واللي حل المحل الرجل الطيب هذا ما شاء الله الله يحفظه. نزل نزل ما شاء الله تبارك الله جميل ما شاء الله. كويس ها؟ يلا انس انس قول شكرا بصوت عالي. قول شكرا انس 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 قول شكرا. يلا عفوا. انس مو زي ايمان يستحق كثير. ما ادري اخته ما تستحي بس هو يستحق كثير الله يحفظه مره يستحق. يعطيك الف عافيه. يعطيك الف عافيه الله يحفظك ويبارك فيك. احرجني الرجال كثير. خليني اتكلم مره ثانيه. احرجني الرجال كثير مره. ثوب واعطانا ثياب واشياء ولا توقعت هذا الشيء الله يحفظه ويبارك فيه. والتفصيل عنده كويس كمان. فصلت عنده كم ثوب فانصحكم تزوروه. انت تبي تمشي بريطانيا اخذ جنسيه؟ لا اي بلد انا اخذ بريطانيا. انا ابغى اشوف بريطانيا. انا ابغى اشوف بس الحين ما ابغى اشوف ما دوم دي ما انا خوف ولا طياره كثير. خاف من طياره؟ لو باص اروح انا يمشي. لو باص يمشي بس طياره لا. ممكن شهرين وصل ما في مشكله بس الطياره. السلام عليكم. اليوم جيت الرياض بس متاثر نفسيا بشكل سلبي. يعني ما لي نفس اسوي شيء. ليش؟ لأنه اكتشفنا اليوم أنه احتمال أنس يكون مريض بمرض نفسي اسمه خرس اختياري أو صمات انتقائي. باللغة الإنجليزية اسم المرض Selective Mutism. إيش يعني هذا المرض؟ يعني أنس في بعض المواقف ما يقدر يتكلم. مو أنه يختار ما يتكلم لا ما يقدر يتكلم ما يقدر يطلع الكلام. مثلا في المدرسة في الفصل قدام غرباء ما يقدر. وهذا اكتشافنا لهذا المرض يشرح لنا كثير اشياء صارت في الماضي. يشرح لنا ليش انه هو ما بيتكلم في المدرسة الجديدة هذه في السعودية الى الان. يشرح لنا يعني لما كان قدام غرباء قبل سنة هذه وشوية كيف انه فجأة يقوم ويشرد من الارتباك والخوف اللي فيه ويبكي. يعني حسبت انه في جني اعوذ بالله. مواقف جدا غريبة. انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله. انس محتاج مساعدتنا. الحمد لله المرض له علاج بس محتاج مساعدتنا. ما يعني انا غلط مع كم مرة يعني ضغط عليه انه يتكلم ضغط عليه انه يبتسم ويناظر. بالعكس هذا شيء اثر بشكل سلبي في المريضين بهذا المرض. المفروض ما تضغط عليه. فاكتشافنا لهذا المرض اليوم طبعا خبر سيء. وقلت انه لازم اشارككم فيه لانه هذا حيأثر في حياتنا بشكل كبير. لازم نشتغل مع بعض. هذا يشرح لنا ليش انه انس ما يبتسم كثير قدام الكاميرا. مو بس قدام الكاميرا قدام ناس حاول يعني ما يتكلم كمان صعب انه يتكلم. يشرح ليش لما رحنا الخياط انه صعب كان يقول شكرا وزي كذا مره صعب. وانا كنت بضغط عليه بضغط عليه كثير. يلا ادعوا لنا لا تنسوا دعاكم لنا. الله يشفيه يا ناس الله يشفيه
إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على كل حال، وشكرا لمتابعتكم لنا. يلا السلام عليكم.